السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرناوي، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. بس أهم حاجة نشترك في القناة ونفعل الجرس ونشارك الفيديو على صفحات الفيس وصفحات الواتس ونكتب تعليق على الفيديو عشان يصلنا كل ما هو جديد. وأهم من ده كله نصلي على حبيبنا وشفاءنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الديالوج اللي بعده ديالوج بين ويتر وبين محمد، بين الجرسون وبين محمد. Excuse me, are you ready to order, sir؟ عارفين are you ready to order, sir؟ هل مستعد لطلب الأكل يا سيدي؟ order معناها يأمر أو يطلب. قال yes please I'd like some coffee، أنا عايز قهوة. دانيس بيس قال له I'd like it black، عايز قهوة إيه سادة بليز. يبقى السؤال إيه؟ عايز أقول له ما نوع القهوة؟ أقول what kind of coffee، مش هسألهم بقى، أقول what kind of coffee، ما نوع القهوة؟ و I'd like هي تطلع في السؤال تبقى إيه؟ would you like، أدي I أدي would you like. طب دانيس بيس قال yes I'd like a little piece of chocolate، أيوة عايز قطعة شوكولاتة صغيرة. يبقى السؤال ايه؟ what do you like anything else؟ ما انا قلت لما الاقي yes او no بنسأل بفعل ايه مساعد، هنا I'd like اختصار would like، يبقى هبدل would مع you تبقى would you like anything else، هل محتاج حاجة تانية؟ وبعدين قال له anything else يصير حاجة تانية سيدي؟ اداني space قال له a newspaper، يبقى كان بيقول له yes I want a newspaper، انا عايز رد قال له a newspaper جريدة. واداني سبيس قال don't worry ولا يهمك، انا عارفين ام سور رد على ايه، يبقى اقول له sorry we don't have a newspaper، متاسف ما عندناش جرايد. قال له don't worry ولا يهمك I'll check the news on the internet، انا هشوف الاخبار على ايه على الانترنت. الدايلوج اللي بعده الاء is buying a blouse at a clothes shop، الاء بيشتري بلوزه في محل ملابس. excuse me دي الاء بتقول I am looking for a blouse، أنا ببحث عن بلوزة. قالت لها what about the color، طب اللون إيه؟ ترد تقول لها مثلا I'd like مثلا red color، أي لون؟ قال لها show me the colors please، بتقول لها I'd like any color، محتاجة أي لون؟ could you show the colors، ممكن توريني الألوان؟ قالت لها look at this one، بص على اللون ده. و space قالت لها yes، يبقى السؤال إيه؟ do you like this color؟ هل عاجبك اللون ده؟ قالت yes، yes يبقى I like it. واداني سؤال اللي جابته yes certainly here you are، يبقى can I try it on، يعني can I try it on، ممكن اقيسه؟ قالت لها yes certainly، نعم بالتأكيد here you are، اتفضلي لإيه قيسي. قالت لها can you wrap it، ممكن تلفيه؟ how much is it، تمنه كام؟ سؤال. قالت لها yes of course it's 200 pounds، ثمنه 200 جنيه. يبقى السؤال عارفين بيسأل الثمن بإيه؟ ب how much is it، يعني كم ثمنه. الدايلوج اللي بعد كده summer is asking her uncle about his job، summer بتسأل خالها أحمد على الوظيفة بتاعته. بتقول له hi uncle what's your job، قال لها I am a teacher. Where do you work؟ أين تعمل؟ رد عليه I work in your opinion. What are you studying؟ بتدرس إيه؟ رد على I am teaching English، بدرس إنجليزي. سأل سؤال قال I have been teaching for 31 years old، بقالي 31 سنة بدرس. يبقى أسأل طالما فور مدة زمن يبقى أسأل بإيه؟ very good، أسأل بـ how long، ولازم وراها فعل مساعد تحت I have تطلع في السؤال تبقى إيه؟ have you. يبقى how long have you been teaching، بلاك قد بتدرس. سأل سؤال قال yes I go in my car، أيوة بروح في عربيتي. طالما في السؤال بيسأل أنه بسأل بفعل مساعد و go هقول do you go، do you go to work by car، هل بتروح الشغل بعربية؟ قال yes I go in my car. سأل سؤال قال it's a Kia، بسأل عن ماركة العربية what kind of car do you have، إنه العربية اللي انت تمتلك. مالك has a toothache، عنده ألم في أسنانه. He is at the dentist، في عيادة طبيب الأسنان. Dentist طبيب الأسنان بيقول له good morning مالك what's the matter with you، احنا عارفين أول ما تروح الدكتور سألك what's the matter with you أو what's wrong with you، يعني مالك أو عندك إيه.
قال اوه اي هاف ا باد توث ايك، عندي ألم في أسناني. قال له سؤال، قال له سينس يسترداي، من امبارح. يبقى اسأل لما الاقي سينس يسترداي، يا اما اسأل بهاو لونج، يا اما اسأل حاجة اسمها سينس وين، منذ متى. دو يو فيل ات، بتشعر بهذا الألم؟ قال له اوبن يور ماوث بليز، افتح بقك من فضلك. واداني سؤال، قال له ذا وان ان ذا ميدل، قال له السنة اللي في النص. يبقى السؤال ايه؟ which one does it ache، اي سنة بتؤلمك؟ قال له اي سيش، انا فهمت. does it hurt you، هل بتؤلمك؟ طبعا جاوب له ايه؟ yes it hurts، قالت ايوه بتؤلمني كتير. وسأل سؤال، قال no it is not serious، بقول will you take it out، take it out يعني يخلع السنة، يعني هل تخلع السنة؟ رد قال له no it isn't serious، لا مش خطيرة. والإجابة طبعا I will have to fill it in، أنا اضطر إن أنا أحشيها لك. شوف المحادثة اللي بعد كده. هنا أحمد عند محمد سمير are talking about sport، بيتكلموا عن الرياضة. هلو محمد، can I ask you a question، ممكن أسألك سؤال؟ قال yes of course. سأله سؤال، قال my favorite sport is weight lifting، رياضتي المفضلة هي رفع الأثقال. يبقى السؤال ايه؟ what's your favorite sport، ما هي هوايتك المفضلة؟ قال weight lifting builds the muscles، رفع الأثقال بيبني العضلات. how much can you lift، ترفع قد ايه؟ رد عليه I lift for I can lift 40 to 50 kilograms، أنا بقدر أرفع من 40 ل 50 جرام. What about you، طب وأنت؟ قال له I like judo، أنا بحب الجودو. سأله سؤال، قال no I don't like it، لا ما بحبوش. يبقى سؤال إيه؟ Do you like judo، هل بتحب الجودو؟ هيقول no I don't like it but I like، وأي رياضة تانية. دار بعض أبرار is asking your brother عبد الحميد about his sports star، بيسأله عن ايه؟ عن نجمه المفضل. فهنا أبرار بتسأله ايه؟ who is your sports star، من هو نجمك المفضل؟ رد عبده عليه he is مو صلاح. what's his nationality، ما جنسيته؟ رد عليه عبد الحميد قال he is Egyptian، مصري. which team does he play for، طب هو بيلعب لأي فريق؟ رد قال له ايه؟ he plays for Liverpool in England، بيفضل ليفربول، بيلعب في ليفربول في انجلترا. is he famous، هل هو مشهور؟ رد قال لها ايه؟ yes he is extremely famous، مشهور مشهور للغاية. he has scored many goals، وأحرز أهداف كتير. really how many goals has he scored، كم هدف اللي أحرزه؟ قال لها about ايه؟ about 200 goals، أحرز. الديالوج اللي بعد كده، إسراء is buying a shirt، إسراء بتشتري أي شيرت إيه؟ قميص. فالسيلر الباعه بيقول لها إيه؟ how can I help you miss، إحنا عارفين أول ما أخش أي محل يا إما هيقول لي can I help you، يا إما هيقول لي how can I help you. لو can I help you هجاوب بيس، أقول yes I want كذا، لكن لو قال لي how can I help you، إزاي أساعدك، لازم أقول I want أو I'd like to. زي هنا how can I help you miss، إزاي أساعدك يا سيدي؟ قالت له ايه؟ I'd like to buy، عايز اشتري. very good، هتبقى I'd like to buy a shirt، عايز اشتري قميص. قال لها what size do you want، عايزة مقاس كام؟ رد قالت له ايه؟ medium please، مقاس وسط من فضلك. قال لها what color would you like، اي لون تحبيه؟ قالت له red please، احمر من فضلك. وسؤال الاجابة تحت عليه، قال it's only، انه فقط 100 pounds، تمام 100 جنيه. يبقى السؤال ايه؟ يبقى السؤال how much، قلنا بنسأل how much is it، كم تمنه. do you like it، هل عجبك؟ قالت لي yes. yes ايه بقى؟ that's nice، لطيف جدا. I'll take this one، هاخد ده. قال لها will you pay by credit card or cash، هتدفع بطاقة الائتمان ولا cash نقدا؟ طبعا هنا بقى مش هتجاوب بيس، او انا هختار اي واحدة منهم، يا اما credit card يا اما cash. قالت له I will buy باي كريدت كارد، هدفع بيه بطاقة الائتمان. الدايلوج اللي بعد كده، جودي از بوكينج ا تيكت تو اسوان، بتحجز تذكرة لأسوان. التيكت كليرك بيقول لها ايه؟ موظف تذاكر، احنا قلنا على طول اول ما اخش محل بيقول ايه؟ هاو كان اي هيلب يو،
ازاي ساعدك؟ قالت له I want to book a ticket to Aswan. سأل سؤال قال لها it's 200 pounds ثمنه 20 جنيه. بس سؤال ايه؟ يبقى السؤال very good to be how much is it يعني كم ثمن التذكرة. طيب اداني سبيس قال له the train leaves at 10:20. القطر هيمشي حوالي 10:20 يعني كام؟ 10:30. يبقى السؤال ايه؟ يبقى السؤال وين، عشان وتحت leaves فيها اس بسأل بدز، يبقى وين does it leave. بسألت بدز وشلت الاس من leave. طب سأل سؤال قال لها the journey الرحلة، the journey الرحلة مالها؟ the journey to Aswan takes 12 hours. خد بالك السؤال ده بياخد 12 hours يعني بياخد 12 ايه؟ 12 دقيقة. يبقى السؤال ايه؟ يبقى سؤال how long، عشان 20 ساعة دي مدة زمنية، بسأل مدة زمنية how long وتحت takes يبقى does it take، عشان takes فيها اس سألت ب does وجبت تيك الفعل فين؟ في المصدر. طب سأل سؤال قال لها from platform 6 من رصيف نمرة 6. يبقى عايز اقول اي رصيف مش من بورتالي، سألت اهو زي ما احنا شايفين which platform يعني اي رصيف، وعشان تحت فيها leaves يبقى which platform does it leave from. شوف انا سألت does ليه والمصدر عشان في الجملة فيها leaves. طب قال ايه platform number 6 have a nice journey. have هنا مش سؤال، ده have هنا اتمنى لك a nice journey رحلة لطيفة. رد لي تحت قال لها thank you. Number 9 الدايلوج نمبر 9 تسعة. رنا اند فاطمة ار توكينج اباوت ذا هوليداي، يتكلموا عن ايه؟ الاجازة. فانا بتقول لها ايه؟ ذا سكول يير هاز اندد، العام الدراسي انتهى. ار يو هابي، هل انت مبسوطة يا فاطمة؟ قالت لها اوف كورس طبعا، واداني سبيس بقول اوف كورس اي ام فيري هابي. يعني اوف كورس كاني بقول يس بالظبط، ما ار يو المفروض اقول يس اي ام، هو قال لي اوف كورس يبقى اوف كورس اي ام هابي. طب رنا سألتها سؤال قالت لها I'll spend it in Alexandria، أنا إن شاء الله هقضيها in Alexandria في اسكندرية. طبعا Alexandria دي مكان، المكان بسأل عليه بإيه؟ بسأل عليه بوير، وهنا I will تطلع في سؤال تبقى بقول وير عايد على اسكندرية، وتحت I will اللي طلعنا في سؤال بقت will you، where will you spend it، أين هتقضي الأجازة. سألتها سؤال قالت لها I will travel with my parents، هسافر مع والدي. والدي دول عاقل، العاقل بسأل بإيه؟ بسأل بهو، سأل بهو، وتحت I will travel with my parents يبقى السؤال هو will you، I will تطلع في السؤال تبقى will you. سألتها سؤال قالت لها I am going to stay for 2 weeks، إن شاء الله ناوي أقعد 2 weeks أسبوعين. يبقى نسأل على 2 weeks دي مدة زمنية، بس على بإيه؟ بس على very good، سمع حد بيقول how long يبقى أقول how long، وتحت I am going to يبقى هتبقى how long are you، I am تطلع في سؤال تبقى إيه؟ how long are you going to stay، زير هتقعد قد إيه هناك. قالت لها have a nice stay there، أتمنى لك إقامة لطيفة. have هنا مش سؤال، have هنا أنا أتمنى لك a nice stay there اللي إجازة سعيدة، او اقول لك enjoy your stay there اتمنى لك استمتع بقى. انا هرد اقول له ايه؟ هقول له طبعا thank you، وكمل هو في الدايلوج قال لنا، قال لها هقول لها الاجابه انا thank you طبعا شكرا، I will miss you so much، هتوحشيني جدا او افتقدك كثيرا. الدايلوج اللي بعد كان نمبر 10، احمد اند محمد ار باين نيو كلوث، بيشتروا ملابس جديده. فأحمد بيسأل محمد بيقول له ايه how many shoes do you have محمد، عندك كم جزمة يا محمد؟ رد محمد قال له ايه space، وما قدرش يجاوب كم عدد بقى لما نشوف ايه اللي بعد كده. قال له بعد كده سؤال قال له I like the brown bear، بحب الدو. وصلنا الدرج نمبر 11، رنا and Fatma met for the first time. رنا بتقول لها هلو رنا، هلو ايام رنا، هلو ام رنا البرماوي، كان يو تيل مي يور نيم، ممكن تقول لها اسمك؟ ردت فاطمه قالت لها ايه؟ قالت لها اوف كورس بالطبع اي ام فاطمه احمد. قالت لها هلو فاطمه نايس تو ميت يو، مبسوطه ان انا شفتك. سالتها سؤال قالت لها
I am in grade 1 prep. أنا في الصف الأول إعدادي. بس سؤال, what grade are you in? What grade يعني أي صف are you in, أنت موجودة فيه. سألتها سؤال, قالت لها I am from الإبراهيمية. أنا من الإبراهيمية. يبقى السؤال إيه؟ تبقى الإبراهيمية دي مكان, هسأل بوير وتحت I am تطلع في سؤال تبقى إيه؟ Are you. يبقى where are you from يعني أنت منين. يبقى شوف هنا الإبراهيمية هي سألت عليها بإيه؟ بوير, تمام, وتحت هنا I am يبقى I am تطلع في سؤال تبقى are you. يبقى where are you from من أين أنت. سألتها سؤال, قالت لها I like swimming and football. بحب السويمين السباحة and football وكرة القدم. يبقى السؤال عايز أقول لها إيه الرياضة اللي تحبيها. يبقى يا إما أقول which sport يا إما what sport do you like, الرياضة اللي أنت بتحبيها. قالت لها me too, وأنا أيضا بحب الرياضة. I adore الأهلي تيم, أنا بعشق فريق الأهلي. What about you, وأنت. قالت لها ايه؟ قالت لها space I all my family are اهلاوي, كل عيلتي اهلاوية. يبقى معنى كده تقول لها ايه؟ I like الاهلي تو, وانا بحب الاهلي ايضا. I like الاهلي تو, وانا بحب الاهلي ايضا لان كل عيلتي اهلاوية. Number 12, احمد عند محمد met in the street. احمد ومحمد اتقابلوا في الشارع. فاحمد بيقول ايه؟ where are you going my friend, رايح فين يا صديقي. رد قال له ايه؟ قال له I am going to, ما اقدرش اقول المكان الا لما اشوف بقيه الاجابات. قال له the city library, راح مكتبه المدينه. يبقى هو راح فين؟ يبقى هو I am going to the city library, انا رايح ايه مكتبه المدينه. هتبقى I am going to the city library. سأل سؤال, قال له to borrow a story to read in my free time, عشان استعير قصة اقراها في وقت فراغي. يبقى عايز نمبر 13, رنا اند فاطمة ار توكينج اباوت ميوزك. رنا وفاطمة بيتكلموا عن الموسيقى. رنا بتقول هلو فاطمة do you like music, هل بتحب الموسيقى. ردت فاطمة قالت لها هاي رنا. هتقول الجواب بتقول لها ايه؟ طبعا yes of course, نعم بالطبع بحبها. رنا بتقول لها what kind of music do you like, ايه نوع الموسيقى اللي بتحبيها. عارفين what kind يعني ما نوع. ردت فاطمة قالت لها ايه؟ I like pop music, بحب موسيقى البوب. ردت رنا سألتها سؤال, قالت لها I like jazz, انا بحب موسيقى الجاز. A music because it's nice and calm, لانها ايه لطيفة وهادية. يبقى السؤال فيبقى ايه؟ what about you, أو أقول له what kind of music do you like, برضو نفس السؤال اللي قبله. رنا بتقول لها do you like Egyptian music, هل بتحب الموسيقى المصرية. هتقول لها إيه؟ هتقول لها yes I like it very much, بحبها جدا. رنا سألتها سؤال, قالت لها فاطمة قالت لها I like عمرو دياب songs, أنا بحب أغاني عمرو دياب. يبقى السؤال إيه؟ هيبقى who is your favorite singer, ما هو your favorite singer, مطربك المفضل. Number 14, أحمد and محمد met in the street. أحمد ومحمد اتقابلوا في الشارع. أحمد بيقول how are you محمد, عامل يا محمد. قال hello أحمد I am fine thanks, I am fine thank you, ده الرد على how are you طبعا. رد أحمد قال له where are you going, راح فين. رد محمد اداني سبيس ما اقدرش اجاوب لما اكمل المحادثه بعد كده. قال له نقط تانية, وبعدين قال له to meet my brother, عشان اقابل اخويا. هي از كومينج فروم فرانس, هو جاي من فرنسا. يبقى رايح فين؟ يبقى زي ما شايفين في نمبر 2 هيقول I am going to the airport, انا رايح لايه؟ المطار. لكن لو قال لك مثلا to buy some fruits, عشان الفاكهه, يبقى I am going to the market, حسب الايه المحادثه. طب سأل سؤال, قال له to meet my brother, احنا عارفين لما الاقي because او الاقي to المصدر يبقى سأل boy. قال to meet my brother, عشان اقابل اخويا. he is coming from France, جاي من فرنسا. يبقى عايز اقول له ليه رايح المطار. يبقى اقول له why are you going to the airport, ليه انت رايح المطار. طب احمد سأله سؤال, قال له his plane arrives at 7 o'clock, طيارته هتوصل الساعة 7.
يبقى هسأل أقول إيه؟ هقول when will he arrive، إمتى هيوصل؟ ممكن أقول when does، زي الإجابة تحت his plane arrive، صح؟ ممكن أسأل أقول when does his plane arrive؟ I hope he arrives safely، بقول له أتمنى إنه arrives يوصل safely بأمان، هيرد لي إيه؟ thank you صلوات أو thank you شكرا جزيلا. وصلنا للسؤال الرابع اللي هو choose the correct answer from A, B, C or D. Number one is a sport رياضة where a swimmer goes deep underwater، حيث السباح بينزل deep underwater عميق في اللي تحت المية. هل هي sailing البحار، driving السواقة، ولا tricking التجول المشي، ولا diving طبعا diving اللي هي الغوص. Number two I went in Sinai's mountains last week، انا رحت في جبال سيناء الاسبوع الماضي. يبقى تبقى sailing ولا driving ولا tricking ولا diving، طبعا طالما على سيناء يبقى في جبال وفي رملة، يبقى بمشي مشي طويل على رجلين، يبقى اخد التريكنج. Number three I went to holiday with my family to Alexandria، طبعا الهوليداي بتاخد حرف الجر ايه؟ very good، يبقى هوليداي تاخد on holiday، رحت بأجازة مع عيلتي في اسكندرية. Number four they did Rana move to the new house، هقول where day ولا what day or when where day ولا how day، طبعا what day في اول يوم او which day في اي يوم رنا انتقلت لشقتها الجديدة. Number five أحمد looks forward to، عارفين look forward to يتطلع إلى، رغم إن في تو احنا عارفين تو بيجي وراها المصدر، بس التعبير اللي هو اسمه look forward to يتطلع إلى على بعضه كده، بيجي وراه فعل منضاف له ing، يبقى باي بايز ولا بوت ولا باين، طبعا هتبقى باين letter D، a new car soon يطلع إن اشترى عربية جديدة حالا أو قريبا. Number six this place هذا المكان scary don't go inside، هذا المكان هقول likes يحب scary يعني مرعب، ولا looks يبدو، ولا sees يرى، ولا watches طبعا looks هنا أنا هي يبدو مش ينظر looks. Number 12 I wear a jacket، بقول لك we wear jackets نلبس الجواكت to keep ourselves عشان تحافظ علينا. هل keep ourselves اختار بقى keep ourselves hot تخلينا hot حرانين، ولا cold بردانين، ولا warm دفنين، ولا warm دودة الأخيرة، طبعا نلبس جاكيت عشان keep us أو ourselves warm عشان ندفي أنفسنا، warm يعني دافي لكن هو تحر من الشمس. Driving or driver a car ولا drives ولا driverless car is a car that can drive itself، هي سيارة بتسوق نفسها without a driver بدون سواق. Very good هتبقى driverless السواقات السيارات التي بدون قائد اللي هي بتسوق اوتوماتيكيا او بالكمبيوتر. Number 14 is a machine هي آلة that can do many things for us ممكن تعمل لنا حاجات كتير، هل روبوت ولا روكت ولا راكت ولا ريس، طبعا روبوت روبوت اللي هو ليه الإنسان الآلي، الإنسان الآلي بيعمل لنا حاجات كتير. Number 15 A or an is a house made of ice and snow هو منزل مصنوع of ice من التلج and snow والجليد أو التلج الطبيعي، هل هو ماونتين ولا هيل ولا جانجل ولا ايجلو. very good ايجلو اللي هو بتاع الاسكيمو طبعا منزل من الثلج. number 16 doors are made wood or metal طالما قال لي اور او اند يبقى ما ينفعش اقول اوف، لا لازم اقول made from، طالما جاب لي اكتر من ماده يبقى اقول ار ميد فروم مصنوعه من، لكن لو كانت وود بس او ميتال بس كنت قلت ميد of. Number 23
are used to build houses. استخدم to build houses لبناء المنازل. هل هي taps حنفيات roofs الأسقف، ولا ovens الأفران، ولا bricks الطوب؟ طبعا bricks، bricks اللي هو الطوب مستخدم لبناء المنازل. Number 24. I think it very cold tomorrow. أعتقد إن هي هتبقى برد بكرة. ده تنبؤ بدون دليل، يبقى على طول آخد إيه؟ will be. يبقى I think it will be cold tomorrow. أعتقد جواب بكرة برد. 25. The doorbell is ringing. جرس الباب بيضرب. I open it. ده خد بالك قرار سريع، طالما جرس الباب بيضرب دلوقتي يبقى اروح افتحه دلوقتي، يبقى I will open it. Number 26. There are clouds in the sky. يوجد سحب في السماء. It rain tomorrow. طالما في سحب يبقى ده اسمه تنبؤ بدليل، يبقى اقولش it will rain، لا it's going to be rainy tomorrow، الجو هيبقى ايه؟ ممطر بكرة. Number 27. الأهلي is training very hard. فريق الأهلي بيتدرب بجد جدا. طالما بيتدرب بجد تنبؤ بدليل، يبقى راح قال ايه؟ I believe أعتقد، أو I think it's going to win. Number 34. مستر أحمد was born. مستر أحمد اتولد 25th March 1976. 25 مارس. خد بالك 25 ده يوم، الأيام بتاخد ايه؟ يبقى ان ولا اون؟ هناخد اون. very good. طب لو كان قال لي مارش بس أو سنة بس كنت خدت ان، لكن طالما في يوم جاء قبل الشهر أو بعد الشهر يبقى لازم اخد حرف الجر اون، لأن الأيام بتاخد حرف الجر اون. Number 35. People live on the moon in the future. الناس هتعيش على القمر في المستقبل. ده توقع أو تنبؤ زي ما انت شايف بدون دليل، يبقى أقول will live. Number 36. This sweet is made sugar and chocolate. لسه قايلين من شوية، لما يصنع من أكتر من مادة ناخد إيه؟ made of ولا made from؟ very good. سمع حد هو قال لي made from، مصنوعة من. Number 37. What do you like cup of coffee؟ طبعا هنا كوفي ما بتاخدش أداة، كنت قلت some coffee، لكن عشان قال لك cup لازم أقول a cup of coffee، فنجان من القهوة. هل تريد فنجان من القهوة؟ ما أقولش إيه هنا، خد بالك إن لازم وراها اسم جمع أو اسم لو إن كوفي ماشي تمشي. Did you food from this shop before؟ طبعا did you buy، هل اشتريت food from this shop before؟ طبعا ده سؤال اهو، قلنا السؤال والنفي بناخد فيها ايه؟ very good. السؤال والنفي بناخد فيها any، يبقى did you bought any او did you buy any food from this shop before. number 39. number 45. we learned a lot about the earth. احنا اتعلمنا كتير عن الكرة الأرضية. and the moon at the، تعلمنا الكرة الأرضية والقمر فين؟ at the planetarium. planetarium، planetarium دي اللي هي مرصد الكواكب والنجوم والكلام ده، ولا aquarium اللي هو حوض السمك، ولا stadium الاستاد، ولا museum المتحف. very good. سهلة خالص. planetarium اللي هو مرصد النجوم والكواكب. number 46. I love the fish. انا بحب السمك. but I didn't see any whales. ما شفتش اي whales، يعني ايه؟ حيتان. at the، طب at the planetarium ولا aquarium ولا stadium ولا museum؟ طبعا aquarium اللي هو حوض السمك. number 47. the balls are very heavy at the، الكور تقيلة جدا at very، زي ايه بقى؟ زي بلانتوريوم ولا اكواريوم ولا سويمين بول ولا بولين الي؟ طبعا بولين الي اللي هي ايه؟ جدع، ملعب الايه؟ الجولف، او صالة الايه؟ البويلينج. يبقى صالة البويلينج ايه؟ الكور فيها تقيلة. number 48. do you like working with other people؟ هل تحب تشتغل مع other people، ناس تانية؟ or do you prefer working ايه بقى؟
طيب اشتغل ايه بقى؟ along ولا alike ولا alone ولا lonely؟ very good، يبقى alone. work alone يعني يعمل بمفرده. number 49. last week I saw about dolphins in the aquarium. الأسبوع اللي فات أنا شفت إيه في الدولفين الدلافين in the aquarium. هل exhibition معرض ولا stadium ولا pool ولا swim؟ طبعا exhibition معرض أو عرض، معرض للدولفين أو عرض للدولفين في الأكوار. number 56. I am proud to be Egyptian. أنا فخور إن أنا مصري. وعايز سؤال مزين، هل هقول أمنت أي ولا أرنت أي ولا أي أم ولا أم أي نوت؟ طبعا دي حالة شاذة، يعني المفروض تبقى أمنت أي، بس الصح طبعا عشان دي من الحالات الشاذة لأني مش هسأل نفسي، فأروح قايل أرنت أي. أرنت تعيد على بسألك يعني، وبعدين أي يعني أنا مش مصري، مش أنا فخور. number 57. she never speaks English. هي عمرها ما اتكلمت اللغة الإنجليزية. أنا عندي جملة never هنا، never يبقى الجملة منفية، يبقى لازم السؤال إيه؟ السؤال يبقى مثبت، يبقى ما أقولش doesn't she لأ، أو does she. 58. we will all كلنا a driverless car in 2030. طبعا ده تنبؤ بدون دليل، يبقى we will أهي وراها المصدر، يبقى مش we will has بقى، we will have عشان will والايه والمصدر. number 59. the sofa اللي هي الأريكة أو الكنبة made of leather، مصنوعة من الجلد. الأريكة طبعا هنا ايه؟ لا تعد مفرد، يبقى is made. is made of مصنوعة من، لو جمع كنت قلت are made of. when you cross the road لما تعبر الطريق you to look left and right. طبعا لاحظ بقى، ركز معايا هنا بعد الاخص في تو، يبقى انا مغمض بقى. should ما بتاخدش تو، must ما بتاخدش تو. number 67. after finishing school you can go to university. بعد ما تخلص مدرسة ايه؟ you can go to university، هتروح الجامعة. هل primary، preparatory، nursery، secondary؟ طبعا هتبقى after finishing secondary school، بعد انهاء المدرسة الايه الثانوية بنخش الايه الجامعة. number 68. the underlined word apartment، الكلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة apartment شقة، means معناها a beach، a garden، a park، a flat. عارفين beach يعني بلاش، garden حديقة، park يعني موقف او حديقة، فلات يعني شقة. طبعا apartment بالامريكان معناها شقة، بتساوي فلات بالبريتش بالبريطاني. number 69. my friend sent me، صديقي بعت لي، a Quran space containing، عارفين containing يعني تحتوي على، a new camera، بعت لي حاجة فيها a new camera، هدية جديدة. هل اقول في السبيس ده بوست، بعت لي بريد ولا ايميل، رسالة بريد الكتروني ولا بارسل طرد ولا لتر خطاب؟ طبعا سهلة، فيري جود، انا سامع حد بيقول بارسل، بارسل معناها طرد، يبقى طرد في كاميرا، في اي حاجة، اي حاجة يكون بعتها بالبريد بتتحط في حاجة اسمها بارسل. number 70. to build a house، عشان نبني منزل، you think of design، بنفكر في التصميم اللي بيعمله طبعا الاركيتكت المهندس المعماري، and the rooms الغرف، the roofs السقف، the materials المواد، ولا the parts تبقى the materials المواد الخام اللي هنستخدمها. يبقى الأول بعمل الديزاين التصميم بيعمله لي ايه الأركيتكت مهندس المعماري، وبعد كده بجيب الماتيريالز المواد الخام اللي هستخدمها. number 71. they stopped under the building، هم توقفوا تحت المبنى، to themselves from the rain، عشان يعملوا ايه أنفسهم from the rain من المطر. هل to jump يقفز المطر، ولا بروتكت يحمي نفسهم، ولا ووك، ولا هيلب؟ طبعا سهلة خالص، بروتكت ذيم سيلفز فروم، عارفين بروتكت فروم يعني يحمي نفسه من، وطبعا الجملة بدأ بزي هنا، يبقى الضمير المنعكس ذيم سيلفز انفسهم. number 72. do you know what cushions،
ميد اوف، هل تعرف الكاشنز المخدات دي ميد اوف مصنوعة من؟ اقول ديد ميد اوف ولا ووز ميد اوف ولا ار ميد اوف ولا هاف ميد اوف. طبعا خد بالك هنا الكاشنز مفرد ولا جمع؟ كاشنز جمع، يبقى ما ينفعش ووز ولا ينفع ديد، عشان ديد بيجي مصدر وميد هنا تصريف تاني، يبقى ار ميد او هاف ميد. بس عايز اقول تصنع ولا تصنع؟ تصنع دي مبني مجهول، يبقى اقول از او ار ميد، وعشان كاشنز جمع يبقى اقول ار ميد. نمبر 73، ذا از ايفري ثينج اراوند اس، هي كل شيء حوالينا. وي ماست كيب ات كلين، لازم نحافظ على نظافتها، يبقى اقول ذا فورست الغابه. نمبر 78، I'd stay at home than go out in this cold weather. أقول لك أي، طبعا عايز أقول أنا أحب stay at home، أفضل نقعد في البيت than على إني go out، إن أنا أخرج طبعا in this cold weather، بهذا الطقس السيء. يبقى تبقى I'd، ممكن I'd rather، ممكن I'd prefer، بس إيه الفرق بقى؟ I'd rather معناه أفضل، بتاخد than وبيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر، يبقى اقول هنا I'd rather stay than، لاحظ وراها المصدر او stay، وورا than كمان stay جو مصدر. لكن لو قلت I'd prefer اخد وراها تو المصدر، prefer بتاخد ing، بس لو يجي قبلها apostrophe دي اللي يخسر كلمة would، يبقى اقول I'd prefer وراها تو والمصدر. numbers 79 sorry، the underlined word pen، الكلمة اللي تحتها خط بن مينز معناها، عارفين ايه بن؟ اللي هي ايه؟ السلة، سلة الزبالة او القمامة. هتبقى معناها، تبقى معناها بيتش شاطئ او بلاج، جاردن حديقة، بارك حديقة او موقف سيارات، ولا باسكت؟ طبعا معناها ايه باسكت؟ مينز بن، باسكت معناها سلة طبعا. نمبر 80، ذا فيليج القرية very quiet when I lived there. خد بالك لاحظ كده بيقول ايه when I lived there، لما كنت عايش هناك. lived دي مضارع ولا ماضي؟ ماضي، يبقى تنفع was وتنفع had بس، لان is و has مضارع. طبعا عايز اقول quiet، quiet يعني هادية، يبقى قلت لها اقول was quiet عشان دي صفة، يبقى اقول كانت هادية. number 81، when I was 5، نفس الكلام بقول when I was 5، لما كان عندي 5 سنين. I ride a bike، طبعا was هنا مضارع، يبقى هذا ما تنفعش وكان ما تنفعش، يبقى عندي had او عندي could. number 88، I write everything that happened to me، انا بكتب كل حاجة بتحصل لي in my، تبقى in my diary، ديري عارف معناها معمل البان، ولا in my book في كتابي، ولا in my album، ولا in my diary مفكرتي. طبعا هتبقى in my diary في مفكرتي. number 89، don't park your car here، ما تركنش عربيتك هنا. this is no parking here، ايه اللي بتقول no parking here؟ ممنوع الانتظار هنا. هل هقول list قائمة، ولا لايت الضوء، ولا او النور يعني، ولا ساين الاشاره، ولا سيجنال اشاره برضو، بس سيجنال اشاره لاسلكيه، لكن هتبقى سيجنال ساين يعني اشاره متعلقه على الحيطه تعطي ارشادات. نمبر 90، many people use، ناس كتير بتستخدم bags، الشنط، to put things in، تستخدم الشنط ايه عشان تحط فيها اشيائها؟ هل هي wood، metal، plastic، glass؟ طبعا هتبقى plastic، الكيس البلاستيك، to put things on، مش في حاجة كيس حديد ولا كيس خشب ولا كيس زجاج. the teacher gave each one of us، المدرس أعطى كل واحد فينا a قرآن to do at home، عشان نعملها في البيت. a work، طبعا مفيش حاجة اسمها work لأن work لا تعد، ولا a task مهمة، ولا a task. الآن يا أبناء الأعزاء وصلنا للسؤال الخامس في الامتحان، اللي هو correct the underlined word، يعني
صحح الكلمة اللي تحتها خط. لو لاحظنا كده أول جملة بقول when is Rana's birthday، متى عيد ميلاد، سوري when did Rana's birthday. طبعا لاحظ did ما تنفعش، ليه؟ لأن did المفروض بينا وراها الفاعل اللي ورانا وبعدين فعل في المصدر، على go على drink على play، لكن هنا في birthday دي اسم. الاسم بسأل بإيه؟ بسأل بام was or أو was where. يبقى ينفع أقول when is Rana's birthday، امتى عيد ميلاد رنا. ممكن أقول when was Rana's birthday، هنخليها was دي عشان did ماضي، يبقى خلي did أخليها was. نمبر 2 when did، بقول لي when did Fatma's family went. هشوف هنا بقى، شوف did وراها الفاعل ثم went اهو فاعل. طب احنا قلنا did بيجي ورا الفعل فين؟ في المصدر. يبقى ما ينفعش اقول when did Fatma's family went، هتبقى when did Fatma's family go to the party، امتى قالت فاطمه راحت الحفل. نمبر 3 how do your friend last weekend. برضه how do your friend last weekend، لاحظ هنا في last weekend ومفيش فعل، المفروض لو do دي يبقى وراها برضه فعل. وما اقول how do your friend go، تمام، او does your friend مثلا play، لان do does و did لازم وراها فعل فين؟ في المضارع. لكن طالما فينا اسم هو last weekend يبقى برضه هسأل بايه؟ ب am و is و are و was و where، يبقى تبقى how was your friend last weekend. How was يعني زي how are you كده، اقول لك how are you، كيف حالك، انا بقول لك how was your friend last weekend، يعني صاحبك كان عامل ايه في عطلة نهاية الاسبوع اللي فات. نمبر 4، نمبر 4 بيقول لي he doesn't go to school yesterday. حفظنا بقى هنا ايه، في doesn't والفعل فين؟ في المصدر، بس قال لي في الاخر yesterday او last week او ago، ما ينفعش اقول does بقى، هخليها did. يبقى بقول هاو، بدل ما اقول he doesn't go to school yesterday اقول he didn't go to school yesterday. number 5 cheese are bad for you، or cheese الجبنة. number 17 Rana and Fatma cleaned the house herself. Rana وفاطمة نظفوا المنزل herself بأنفسها. طبعا هنا الجملة بدأ برانا وفاطمة، عارفين لما الجملة تبدأ باسم جمع سواء عاقل أو لا، يعني رنا وفاطمة، محمد، أحمد، مثلا ذا دوجز الكلاب، ذا بيردز الطيور، دي جمع. يبقى الضمير منعكس، ما ينفعش هير سيلف، هير سيلف لو فاطمة بس أو رنا فاطمة، لكن عشان هما جمع هنا هحول هير سيلف إلى ذم سيلفز، نظفها بأنفسهم. نمبر 18 if we water the tree every day، واللي if we water the tree every day يعني لو سقينا الزرع كل يوم او الشجره كل يوم. water هنا فعل معناه يسقي، وهنا فعل في المضارع بسيط. it will grow more fruit، هتنمو فروت اكتر، فاكهه اكتر. طبعا will بيجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. grow بالاي دي ماضي، يعني برجع للمصدر اللي هي will grow جي ار او دبليو، لان grow جي ار او دبليو دي المضارع وبالاي دبليو دي الماضي. number 19 if I visit France next year، لو زرت فرنسا السنة الجاية، I would visit Paris، هزور باريس. يبقى لاحظ هنا ادي visit اهو ورا اف في الحالة الأولى، مضارع بسيط visit أو visits. الناحية التانية بقى أقولش would والمصدر، باخد will والفعل فين؟ في المصدر. يبقى بدل would visit تبقى will visit. number 20 it's hot today، الجو حر النهاردة. طبعا it's هنا عشان وراها hot صفة، يبقى اختصار كلمة it is. عايزين بقى سؤال مزيل، ما اقولش hasn't it، لا اقول ايه isn't it. يبقى الجملة it is بتبقى isn't it، it was تبقى wasn't it، it has يبقى hasn't it، وهكذا. it will يبقى won't it. 21 was there taps، هل يوجد taps in ancient Egypt. taps دي يعني حنفية او صنبور، هل كان في حنفيات في مصر القديمة؟ طبعا السؤال بدأ بإيه؟ بوز، أبص على الاسم اللي وراها. تابس دي مفرد ولا جمع؟ جمع، ما ينفعش أقول بوز بقى، يبقى أقول وير عشان ماضي. طب لو كانت إز أخليها آر عشان تابس هنا إيه؟ جمع، يبقى تاخد إيه؟ آر في المضارع وير في الماضي، هنا ماضي بوز أخليها وير. نمبر 22 مستر أحمد is best teacher in our school، مستر احمد احسن مدرس مدرستنا. نمبر 33 رنا
arrange your bed yourself. هنا طبعا رنا مخاطب، بقول لها يا رنا arrange، رتبي your bed سريرك، اقول لها رتبي herself بنفسها ولا انتي بنفسك؟ يبقى انتي بنفسك بدل herself هنخليها ايه؟ yourself. تمام. number 34، who is the famous man in your town؟ من هو اشهر رجل in your town؟ طبعا لاحظ هنا بقول لي who is، او لاحظي who is the، طالما the يبقى لازم صفة منتهية بـ city، ولو طولت المقطع زي هنحط قبلها the most أو the least. يبقى who is the most famous man in your town، من هو أشهر رجل in your town في مدينتك. number 35، if I visited France next year، لو زرت فرنسا العام القادم I will visit Paris. طبعا لاحظ هنا بقول if I visit، I visited، وقال لي next year، يبقى هنا visit هتبقى فيها غلط. ليه؟ لأن حتى هنا في I will visit France، تمام، وفي next year يبقى لازم هنا في مضارع بسيط، يبقى بدل كلمة visited هتبقى إيه؟ visit. number 36، my little brother، أخويا الصغير، does mistakes in the English test، أخويا الصغير دايما بيرتكب أخطاء in the English test، في اختبار الإنجليزي. لاحظ هنا does صح مع my brother، بس عشان mistakes ما بتاخدش does، mistake بتاخد make، make mistakes هنخليها makes mistakes بدل does mistakes، عشان فعل، عشان كلمة mistakes بتاخد فعل makes. بقول was technology make our life easier، هل التكنولوجيا خلت حياتنا أسهل؟ لاحظ هنا في ايه؟ make مصدر، ما ينفعش اقول معاه was، يا اما اقول حاجتين، يا اما اقول did، يا اما اقول will. يبقى تنفع صحح عوز هنا خلاها will، وتنفع صحح عوز خلاها ايه؟ did. number 38، my computer often stops and turns off by himself. الكمبيوتر دايما بتاع بيتوقف ويفصل بنفسه، بنفسه عايد على هنا على ليه؟ على الكمبيوتر، ما اقولش بقى himself ولا herself، يبقى بيقفل ايه؟ it سيلف، يبقى يقفل بنفسه لأنه غير عاقل، يبقى خليها اتسيلف. وصلنا يا أبناء الأعزاء إلى السؤال السادس، اللي هو write a paragraph of about 80 words on، اكتب paragraph من 80 كلمة على الموضوع ده. موضوع الأولان دول كلها my last day، أجازتي الأخيرة. طبعا زي ما احنا شايفين لما باجي أكتب سؤال paragraph بسيب مسافة صغيرة في أول سطر كده، وبدأت بكابيتال ليتر زي ما شايفين اللي بقول last day، وخدت كوما، وبعد الكوما I went to the Egyptian museum، بقول عايزة اللي فات بنروحت المتحف المصري. I went with برضو بقت بأي كابيتال، هي أي عمر في حتة كابيتال، went طبعا الموضوع كله في الماضي طالما last day. I went with my mom and my sister، رحت مع ماما ومع أختي. We see ولا we saw، أخدت full stop وبدأت بـ we capital، we see ماضيها إيه؟ we saw رأينا، some old statues بعض التماثيل القديمة، أخدت full stop وبدأت بـ we capital، we learned برضو ماضي، ركز معايا كده، we learned a lot there، تعلمنا كتير هناك. in the evening مساء I wanted to go to the fun fair، كنت عايز أروح الملاهي. But my brother wanted to go to his favorite restaurant، ولكن أخويا كان عايز يروح مطعمه المفضل. Because I love my brother، ولأني بحب أخويا، we went to the restaurant، رحنا المطعم. We went there for months ago، احنا كنا رايحين المطعم ده من كم شهر، من 4 شهور. For his birthday too، عشان عيد ميلاده أيضا. And 2 days ago من يومين، on Sunday يوم الأحد، we went to the planetarium، رحنا البلانتيريوم اللي هو المرصد، but it was closed، لقيناه إيه؟ مغلق. So we took، شوف احنا قلنا so we took ولا we take، we took الماضي. We took the bus to the aquarium، رحنا الأكواريوم. On the other side of the town، في الجانب الآخر من المدينة، I saw a shark، برضو قلت see ولا saw، قلت I saw a shark، شفت a shark يعني سمكة قرش. It was fantastic، كانت زيارة fantastic رائعة. موضوع النموذج الثالث للباراجراف على your job dream أو your dream job، الوظيفة اللي أنت بتحلم بيها. زي ما احنا شايفين سايبين space أولاد فضاء، ف
فراغ صغير اهون، مسافة صغيرة كده، وبكتب بدأت بماي دريم، ماي كابيتال اهي، ماي دريم جوب از تو بي او تو بيكام ا فيموس دكتور. بقول وظيفتي الحلم بحلم بيها ان تو بي ا فيموس دكتور، ابقى دكتور مشهور. فروم برايمري سكول، من الابتدائية. الابتدائية دي مضارع على ماضي، ماضي. النموذج الخامس من الباراجراف، how to keep the environment clean، ازاي نحافظ على نظافة البيئة. الاول برضو زي ما احنا شايفين سبت نفس السبيس كده وبدأت بكابيتال لتر، قلت the environment، البيئة، is the place where we all live، والمكان حيث جميعا نعيش. it is the planet، انها بلانت الكوكب، where we live، حيث نعيش، including، بتشمل، the earth، الارض، water، المية، and the air we breathe، والهواء اللي we breathe بنستنشقه او بنتنفسه. so لذلك we have to، عارفين have to يعني يجب علينا، keep it clean، نحافظ على نظافته. it's important، من مهم to live، ان احنا نعيش a healthy life، حياة صحية. we shouldn't throw rubbish، لا يجب ان نلقي بالقاذورات، in the Nile، في النيل، or in the sea، او في البحر. we mustn't pollute the air، لا يجب ان نلوث الهواء، by smoke from cars، بالدخان من السيارات. we should use electric cars، يجب ان نستخدم سيارات كهربية. we should plant trees، لازم نزرع اشجار، in the street، في الشارع، to get clean air، للحصول على هواء نظيف. we should recycle plastic، لازم نعيد تصنيع البلاستيك. شوف نموذج رقم 6. A visit to a historical place، زيارة لمكان تاريخي. بقول Egypt is famous for، مصر مشهورة ب a lot of historical places، مصر مشهورة بكثير من الأماكن السياحية. we had a wonderful visit last week، احنا قمنا بزيارة رائعة last week، الأسبوع الماضي. وطالما قلت last week يبقى استخدم الماضي البسيط طبعا. we visited the valley of kings in Luxor، زرنا وادي الملوك فين؟ في الأقصر. it is one of the most famous places in Egypt، انها واحدة من اشهر الاماكن في مصر for tourists، للسياح. we saw، عارفين سو الماضي مين؟ سي، رأينا a lot of statues there، شفنا تماثيل كتير هناك. the place is quiet and clean، المكان نظيف وهادي. the biggest place we saw was الكرنك تمبل، اكبر مكان شفناه هو معبد الكرنك. هابو تمبل، ومعبد هابو، is a nice and quiet place، هو مكان لطيف وهادي. it had columns similar to these in الكرنك، فيها طبعا كرنك تمبل فيها معابد او اعمده زي اللي موجوده في كرنك. we enjoyed the visit very much، استمتعنا بالمكان very much كثير. finally we have come to how to write an email، والايميل طبعا اسهل من الباراجراف كتير. ازاي نكتب الايميل؟ اسهل حاجه مبدا احنا شايفين كده on the top left، على الناحيه اليسار الشمال من فوق، بكتب from، من، واسم وايميل الشخص اللي كاتب الايميل. انا يعني لو بكتب الايميل هكتب ايه؟ مستر برماوي ات، واللي والعنوان بتاع الايميل بتاعي. تو، الى، تاني حاجه الشخص اللي انا هكتب له. لو بكتب مثلا محمد ابني هقول تو محمد البرماوي ات، وادي الايميل بتاع محمد. طب اديت التاريخ، بكتب التاريخ زي ما انتم شايفين، لازم اكتب اليوم والشهر والسنة، ومكتبوش أرقام زي العربي أو زي الرياضة. لازم أكتب، لو أكتب واحد في الشهر أو 21 أو 31، بحط إس تي آخر حرفين من كلمة إيه؟ كلمة فيرست لو فاكرين. لو هكتب يوم يبقى 1 21 31، بحط وراها إيه؟ إس تي. لو 2 في الشهر أو 22، بنحط إن دي آخر حرفين من كلمة سكند. لو 3 أو 23، بحط آر دي آخر حرفين من ثيرد. غير كده كله بياخد تي إتش. يبقى دي 15 احط وراها ايه؟ تي اتش، شهر جون طبعا، و 2020 2020. بعد كده حاجه اسمها سبجكت، سبجكت بعد الديت التاريخ بنكتب سبجكت الموضوع،
والموضوع لازم اكتبه باختصار، الغرض من الرسالة باختصار. بكتب مثلا invitation دعوة، بكتب congratulation التهنئة لو بهنئ شخص، بكتب complaint لو الخطاب بتاعي اشتكي من شيء، بكتب apology لو بعتذر عن شيء، بكتب request الطلب، بكتب thanking الشكر حسب ايه الموضوع. بعد كده طبعا opening الافتتاحية بقول dear واسم المرسل الدير احمد، انا بكتب احمد ابن اقول دير محمد عزيزي محمد. وبعدين ببدا بالانترودكشن المقدمه، لاحظ دير يا ولاد سبت مسافه هي قبل دير وكتب دير تحتها المقدمه، او من وسط دير كده او من بعد دير ابدا بالمقدمه، واقول هاو ار يو اند يور فاميلي، عامل انت والعيله، اي هوب يو ار انجويينج ا هابي لايف، اتمنى تكون بتستمتع بحياه سعيده، اند جود هيلث وصحه جيده، اتس ا جريت بليجر من قبيل سعادتي to write you this email، اكتب لك هذا الايميل. I'd like to، انا عايز، ودي موضوع الخطاب بقى موضوع الايميل، اقول I'd like to congratulate you on، عايز اهنئك مثلا on your success على نجاحك، on passing the exam على اجتياز الامتحان، on getting the prize على حصولك على الجائزة وهكذا. طب لو انا بشكر على حاجة اقول I'd like to thank you، مع I'd like to يعني اود هيا، to thank you for، اشكرك على، اشكرك مثلا for the present you sent me، الهدية اللي انت بعتها لي on my birthday في عيد ميلادي، او I'd like to invite you، احب ادعوك to my birthday party لحفلة عيد ميلادي، to my sister wedding party لحفلة زفاف اختي وهكذا. برضه اقول I'd like to complain from your friend علي مثلا، عايز اشتكي لك من صديقك علي هو هذا اللي عمل كذا. I'd like to apologize to you، أحب أعتذر لك because I didn't attend مثلا your birthday party، لأني مش حضرت حفلة عيد ميلادك. ما أقول I'd like to ask your help with، أنا بطلب مساعدتك معايا في كذا، with my مثلا work مع عملي. I'd like to tell you that، لو عايز أقول له خبر، أحب أبلغك ذات مثلا your mother مثلا will travel next week، والدك هتسافر الأسبوع الجاي وهكذا. بعد كده خلصت التوبيك الموضوع بتاع او البودي اوف ذا ايميل، بعمل الكونكلوجن الخاتمه زي ما انت شايف الخاتمه، بقول I am looking forward to hearing from you، انا منتظر او مشتاق الرد منك، with my heart wishes، مع اطيب تمنياتي، واسم الراسل مستر برماوي او مستر احمد البرماوي. زي ما انت شايفين كده في الفيديو ده مهم جدا 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 لكل طلاب الثانويه العامه، لذلك رجاء ان الكل يشاركوا على صفحاته على الفيسبوك، واشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل للجميع، ويكون في ميزان حسناتكم جميعا. الله الموفق والتوفيق لكل طلابنا في الثانوية العامة، مع تحيات مستر أحمد البرماوي. بحمد الله انتهينا من قاموس الصف السادس الابتدائي فصل الدراسي الثاني. أرجو بس من كل حبايبنا وطلابنا الأعزاء يشاركوا الفيديو على الفيس وعلى الواتس، ونعمل تعليق على القناة، ونعمل لايك طبعا، ومش تنسونا في الدعاء، وأهم حاجة نصلي على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوحد الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. مع تحيات مستر أحمد برماوي، موجه أول اللغة الإنجليزية.